الزمالك يوم الأربع اللي جاي في استاد إسماعيلية. ودي واحدة ليه فريق التليفونات بيطلعها علاء إبراهيم حارس المرمى في الزاوية القريبة. انت عارفين كمان محمود أبو السعود حارس النادي الأهلي انتقل لنادي القناة خلاص خلال فترة انتقالات الشتوية، لكن كابتن أحمد سعيد المدير الفني بيثبت علاء إبراهيم حارس المرمى إن هو كان مؤدي بشكل كويس جدا الفترة اللي فاتت. ده سيد مسعد لاعب نادي التليفونات المهاجم. نشوف بقى الفرص. المباراة أقيمت النهاردة على استاد الترسانة. ده عمرو سماكة لاعب التليفونات، يعني برضو زي ما اتكلمنا الفترة اللي فاتت برضو أداء التليفونات بيتحسن شوية الفترة اللي فاتت. عندهم بعض اللاعبين الخبرات زي أحمد أبو مسلم فريق التليفونات، عندهم حازم فتحي مدافع الإنتاج الحربي السابق، عندهم عمرو سماكة، محمد شديد إناوي، سيد مسعد. كل اللعيبة دي يعني شاركت قبل كده في أندية في بطولة الدوري. دي فرصة لنادي القناة عن طريق دوجي المهاجم. نروح للكابتن أحمد سعيد المدير الفني لنادي القناة واحنا بنتابع المباراة. كابتن أحمد الله يخليك، ازيك يا استاذ كريم؟ ازيك كابتن أحمد، أخبار حضرتك ايه؟ ازيك كابتن؟ الحمد لله والله. ايه رأيك النهاردة في المباراة وتعليقك على نتيجة التعادل؟ والله يعني احنا كنا بنسعى ان احنا نكسب الماتش ده، ويمكن اتاح لنا يمكن الفرص الاربع فرص، دوجي اثنين وموسى كبير واثنين، لكن ما كانش في توفيق النهارده. لكن اجمالي المباراه اللعيبه ادت المباراه يمكن 20 دقيقه اللي بديناهم كانوا بدايه قويه، وبعدين فرقه التليفونات تسادت 25 دقيقه الاخرى من الشوط الاولاني. الشوط الثاني وان سايد جيم باستثناء كوره واحده حصل فيها انفراد على المرمى بتاعي نتيجه وقوف اللعيبه عن اللاعب مسعد، سيد مسعد اوفسايد. ايوه. و يعني ما وفقش سيد ان هو يجيبها يحرزها هدف، لكن بقيه الماتش كله بتاعي وانا كنت راغب بقوه ان انا اكسب الماتش ده، لان عندي ماتش الزمالك صعب يوم الاربعاء ان شاء الله. ايوه. يعني برضه كابتن احمد ما شفتش محمد احمد سعيد النهارده في المباراه. النهارده محمد كان مجهد من الماتش بتاع وادي دجلة. كان في عنده شد في السمانه، هو تحمل على نفسه وبدا الماتش، وبعدين غيرته انا في بدايه في يعني قبل نهايه الشوط الاولاني. ايوه. يعني قلت اريحه عشان ماتش الزمالك. عشان ماتش الزمالك. اه. طيب شايف ماتش الزمالك ازاي يا كابتن؟ والماتش قريب جدا يعني بعد ثلاث ايام من النهارده. هيبقى ماتش صعب ليا وعليهم يعني. الزمالك متعادل النهارده مع بتروجيت وانت متعادل كمان متعادل مع وفرق النقاط قريب ما بينكم. زي بعض يعني، يمكن لعب ماتش زياده عن الزمالك. لكن هم 10 بونت وانا 10 بونت، نفس الموقف، يمكن اهداف برضو متساويه. لكن انا لعب ماتش زياده عن نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، احنا بنحترمه وبنقدره، وهنتعامل معاه. الاول هنشوف مفاتيح اللعب المميزه اللي عنده. عنده لعيبه كتير، وعنده زي الباك ليفت وزي الباك يمين، ومحمد ابراهيم. يعني طبعا عايزين عنايه. اتفرجت على ماتش الزمالك النهارده كابتن احمد ولا ما لحقتش؟ لا، هتفرج عليه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله. احنا كنا راجعين في السكه. ان شاء الله نتفرج مع اللعيبه في محاضره الساعه 2:30 قبل التمرين. ان شاء الله اتفرج عليه وناخد فكره عن شغل نادي الزمالك مع كابتن مينو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. ان شاء الله كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد سعيد